في عالم الكسكسي يرجع لكم الشيف وفيق باش نعملوا وصفة اليوم اللي هي كسكسي بغلال البحر ولا كسكس with seafood اللي هو معروف في المناطق البحرية، ماهوش معروف ياسر في شمال افريقيا، ما معروف في سيسيليا. في سيسيليا فما اكبر حفلة متاع كسكسي واكبر مسابقة اسمها كسكس فيست. نحن نبداو الوصفة متاعنا متاع اليوم. في البداية زيت الزيتون 5 ملعقات ومعهم 3 كابسيكوم أخضر على اليمين، 40 غرام من الثوم على اليسار، تيجي البابريكا باودر على فوق و3 ملعقات صغار كمون باودر على الشمال، ملح وفلفل أسود on the top، سلايسد سكويد، براونز، كركمة، هريسة، توماتو بيست، بنشكشك كله مشكشك، مية، نغطيه ومن بعد 10 دقائق نزيدوا المسلز ونغطيه مرة أخرى مدة 5 دقائق، نغذي الكسكسي بالصوص، نخلطه وتصير عملية التزويق زي التاج، الشريمس والكالاماري في الوسط والمسلز يدور زي التاج على الكسكسي نتاعنا. Made in Sicily. Forza Italia. وتحيا الكسكس. Salute a tutti. كسكس con frutta di mare. كسكس بالغلال البحر، موجود في البحر الأبيض المتوسط في صقلية أكثر مكان، نجم يكون حتى في إسبانيا. راهو كسكسي موجود في أي شارع من العالم. هذه وصفتنا اليوم كانت مع الشيف وفيق. باي باي.